محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بينضم لنا ليوضعنا بكل تفاصيل طقسنا لليوم والساعات المقبلة. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيكم. عيط لي يا مرة يا مرة، وين علبة الشاي؟ بترد علي عن جد، انتو عمركم ما بتلاقوا شي بالبيت. وين بدها تكون علبة الشاي؟ علبة بخزينة القهوة الأدوية، بعلبة الكاكاو اللي مكتوب عليها ملح. سكر بس كثير بينقوا عن جد، ما بيلاقوا شي. هيدي عند تيتا الله يرحمها، نعم اللي نعم بيكونوا كلهم بعلبة الخياطة إذا بتعرف بدك ممكن تلاقي شي. بتعرف ليش الديك بيقوم بكير وبصيح قبل الضو؟ ليه؟ ليه؟ مشان يلحق يحكي كم كلمة قبل ما يقعد جيجيت. ولا حتى انسحب على الدجاجات. تفضل استاذ محمد، الهوا لك. طقس صيفي معتدل، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها عم بتكون. نعم. طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل. اليوم لمسنا انخفاض الصبح كمان على الساحل. حرارة صحيح. هلا ببيروت 25 والرطوبة 60%، في منخفض جوي تقريبا على وسط اوروبا صوب اليونان عم بجيب كتل نسبيا باردة علينا. ريحة خريف هيك مبينة شوي. صحيح، ريحة الخريف حتبلش من مثلا نهار الجمعة ان شاء الله. نعم. طقس بكرة كمان استقرار درجات الحرارة على اليوم، على الجبال في شوية ارتفاع وبالداخل بكرة استقرار درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة حنلمس من بعد الظهر انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، ممكن يكون عندنا أمطار بالفترة المسائية، إذا مش بالمساء حتكون صباح نهار السبت. بس الواضح إنه بين السبت والأحد حيكون في عندنا أمطار بلبنان، يعني ببلش تقريبا الخريف. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على ببيروت بين ال 25 وال 31 درجة، بطرابلس بين 22 وال 31 درجة، بيصور من 15 ل 27 28 درجة، أرطبة من 16 ل 25 درجة، زحلة امبارح عملت 32 اليوم حترجع على 33 34 درجة، من 16 ل 33 درجة. هلا بالنسبة للرطوبة النسبية بين 55 و65% عم تكون متوسطة لمنخفضة، والهواء بالعاده بالليل عم بيكون جنوبي شرقي، بالنهار عم يقلب على جنوبي غربي، سرعته بين 10 وال 25 ل 30 كم بالساعه. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حراره سطح المي 29 درجه، والضغط الجوي 758 ملم زئبق. ساعه شروق الشمس كمان عم تتاخر الشمس، صارت 6 و16 دقيقه. الغروب امبارح كان الا دقيقه، اليوم 7 الا 6 دقائق. عم تعتم يعني بكير تقريبا، في شيء 28 دقيقه فرق بين الليل والنهار. نعم، هيدا بالاجمال كل شيء. الواحد حاطط حلقه بدانته. ايه شو سالوه من امتى بتحط حلقه؟ قالوا من وقت ما شفتها مرتي قلبي بالسياره. هيدي جريس بعتتها مش انا، ما خصني بقى. بتكون صغيرة لتسد، إيه؟ يعني لازم تكون صغيرة لتسد امرته، لانه مشكلة اذا كانت حلقة مثلا. نعم، بتزبط. في شوي بعد، خليني هون لبكرة. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافية. يا هلا. ميرسي لك لكل اللي عاملين بمصلحة الارصاد الجوية.